I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quick. صباح الخير. النهاردة الجمعة. النهاردة بعد فترة طويلة أول مرة أعمل فلوج تاني بيبتدي من البيت يعني وكده. للأسف الأيام اللي فاتت كان في ألف سلامة. للأسف الأيام اللي فاتت مش الأيام اللي فاتت يعني الموضوع ده بقاله شهرين. لو فاكرين كنت قلت لكم ان كوكو ظهرها وجعها ورحنا للدكتور علشان زي ما قلت لكم كوكو على ظهرها كان وجعها والقطنية عندها كانت وجعها جدا. في لم نص مونج فيه غاتن zwei Stunden. Was hat der Arzt gesagt? Dass ich wahrscheinlich eine Blockade habe. Ein was? Eine Blockade. للأسف للأسف كوكو عندها حاجة يعني أنا مش عايز أقول خطيرة ومش عايز أقول إنها عادية بس حاجة مؤلمة جدا في ظهرها وفي رجليها. فهي دلوقتي نزلت راحت العلاج الطبيعي. وانا رايح حاليا صلاة الجمعة بس هقول لكم على كل حاجة بس ما كوكو تخلص ممكن نقول لكم مع بعض يعني اللي حصل. انما غير كده الايام اللي فاتت بصراحة ما كانش في مزاج للتصوير خالص لان كوكو كانت بتتألم تقريبا طول الوقت فما فيش فرصة ان احنا نصور حاجة مع بعض. تقريبا الحاجة الوحيدة اللي صورتها هي الرحلة بتاعت برلين مع الشباب. انما غير كده قبلها وبعدها ما صورتش بصراحة كتير خالص. النهاردة اول يوم لكوكو في العلاج الطبيعي. يا رب يجي بفايدة او بنتيجة لانها بصراحة يعني صعب انها بتتحرك تقوم تنزل تتمشى. الموضوع صعب معاها بصراحة. فقبل ما اخش في تفاصيل وحاجة انا لازم الحق صلاة الجمعة الاول. احسن حاجه ان صلاه الجمعه دلوقتي. نخلص صلاه الجمعه وبعدها بالظبط بربع دقيقه بنبدا صلاه العصر. كويس الواحد بيصلي الاثنين ورا بعض يعني عشان عندنا الاثنين قريبين من بعض قوي. والمغرب بيبدا الساعه 4. نسيت اقول اليومين اللي فاتوا خليني اصور بالكاميرا الثانيه احسن. اليومين اللي فاتوا كان التلج نزل في المانيا يعني عاد يومين كانت الشوارع كلها بيضه وكل حاجه بيضه. انا حلقة حلقة غريبة انا عارف معلش مش مشكلة محدش يتكلم نبع الحلقة واسيب لي كومنتات على الحلقة. لازم اغير الكوتشات بتاعت الصيف لان ما زالت العربية بتاعت عربية كوكو عليها كوتشات صيف مش كوتشات الشتاء. فدي حاجة لازم تتغير اكيد وبسرعة. مش عارف بقى هعملها النهاردة ولا امتى. فيش وقت فيش وقت. So baby let's not talk about it but I gotta know if I take you down would you really hold me down and be your best friend. She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like yes ma'am. Well you got me feeling for your body you might turn me to a yes ma'am. دايما بعد صلاة الجمعة بجيب فراخ من الراجل اللي ورايا ده. Oh yeah 80 and 40 I'm a nerve. المكان ده فيه منه كتير هنا في فرانكفورت على فكرة وتقريبا في ألمانيا كلها. بتبقى عربيات كده زي كشاك بيحطوا فيها فراخ مشوية بتلف على السيخ. واحد بيشاور لي وانا صور. بيحطوا فيها فراخ على السيخ وبيبيعوا تقريبا نص الفرخه بين 3 يورو ل 3.5. في اماكن بتبقى اغلى سيك 4 يورو يعني بس يعني ارخص مكان شفته كان 3 يورو كان بيبيعها ب 3.5 برضه سعر ملائم وكويس وبتبقى طعمها جامد جدا يعني بتبقى اصلا هي فراخ مشويه ولا فيها زيوت ولا اي بتاع مجرد متبله وبيعمل معاها بطاطس بيعمل معاها سلطه حاجه زي كده. ف يعني دي من الاكلات المشهوره قوي في المانيا بيعملوها كتير رخيصه جدا نص فرخه 3 يورو ونص مع البطاطس بتدفع 5 يورو تقريبا كاملا بتاكل وجبه غدا او عشاء كامله وممكن يتبقى منها كمان لو بنت اللي بتاكلها مثلا زي كوكو كده. كوكو خلصت العلاج الطبيعي هروح اخدها يا رب يكون جاب نتيجه علشان بصراحه الايام اللي فاتت كانت ايام مؤلمه ليها وليا يعني انا ليا تقريبا اسمها ايه احساس مش مس احساس المزاج يعني مزاج كان مؤلم شويه عشان شايف كوكو بتتالم وهي الالم الوجع بتاعها مؤلم جدا فمكانش بتعرف تتحرك خالص بالعافيه يعني ف يا رب يكون جاب نتيجه. If
I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quick hand. Du kannst das nicht. Ich hab mir den Finger aufgeschnitten beim Tür aufschließen. Oh Mann. Kannst du die kleine Frau? Tschüss. Und wie war's der Therapie heute, Schatzi? Gut. Gut? Was habt ihr gemacht? Meine Nervenbahnen gelockert. Okay. Und fühlst du dich besser jetzt? Ja. Okay. الترجمة عشان لو نسيت أترجم النهاردة الدكتور بتاع العلاج الطبيعي يعني قالوا لها كان دكتور أخصائي العلاج الطبيعي أخصائي العلاج الطبيعي قال لها إن العصب ماشي عصب العصب بتاع الرجل ما اسموش دكتور علاج طبيعي احنا عندنا بنسميهم دكاتره مش عارف ليه العصب بتاع الرجل ناشف وماسك قوي مع الظهر ففكلها العصب فخفت سيكه قال لها مش هينفع نبدا تمرين دلوقتي لان العصب ماسك انت مش قادره تتحركي نهائي فشايسه يا جنو فالرجل فكت شويه هتبدا تمرين من الاسبوع اللي جاي تقريبا يعني هي عندها ايه بالظبط بقى هنقول لكم دلوقتي If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? هو الحمد لله يعني نص نص ولا زي الفل؟ يعني لا الحمد لله يعني كله تمام. She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like yes. نعم يا كوكو. نعم يا ماما. نعم. أنا هنا. ما أنا عارف إن أنت هنا. عندي دلوقتي شغل ساعتين بس النهاردة. ساعتين. وإيه ليه؟ وإيه ليه؟ ايش قولي ليه؟ نوان وكي تياني متى عن بس 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 نعم كان متى نعم warum؟ tschüss später guck mal wie du aussiehst ich sehe gut aus du erfrierst شكلي حلو يلا سلام تياني متى عن نعم بالنسبة للوضع في ألمانيا الشغل يعني اتأثر سيكا مش قوي بصراحة يعني بس ما بقاش يعني مفيش حاجة ممتعة الدنيا مقفلة خالص ألمانيا مقفولة يعني لو الناس بتسأل ليه ما بدأتش بيزنس او ما عمله دلوقتي صعب صعب الواحد يعمل اي حاجة دلوقتي كل حاجة قفلة مفيش ناس في الشارع تقريبا يعني oh yeah. 80 and 40 I'm a nervous bitch I'm flyer than your ex man flyer than your ex like oh my god right into your legs like oh my god Let's go on a day like oh my god When I'm back from LA like لو حد بيسأل انا بقيت لسه بخاف اتكهرب بخاف كل ما اخش مكان فيه مكان زي ده بترعب بصراحة امسك الزرار بتاع التذاكر عشان ما اتكهربش بس كده يعني God oh my god yeah She still think it's odd yeah I got all these fans she's the only one بينبهوا في الميكروفون على الماسك اساسي لازم اساسي هنا Mom yeah you might get a pension if you work it for Wie heißt du? Weil du hast das mit mir gemacht Sajjad Sajjad Wo kommst du her? Ich komme aus Afghanistan So, danke für das Ding Du bist der Beste Danke mein Lieber Gerne Ciao, ciao Mach's gut, ciao صاحب المحل عمل معايا واجب جامد جدي شايفين المحل اللي ورايا ده؟ المحل اللي ورايا دوت في المول اللي احنا فيه اسمه النورد فيست سنتروم دخلت اجيب من عنده جراب ولزقه ادهم لي ببلاش اللي شغالين جوه ناس عرب فاي حد عايز يجيب اي حاجه للموبايل عايز يعمل حاجه في الموبايل بتاعه يجي هنا المكان المحل ورايا اهو كوكو بقى لها فتره محتاجه سمك نفسها في سمك ف سوبر ماركت تركي بيبيعوا سمك بيتلموا ما بيخلصوا Is you coming with me or you staying on the ground? Yes, you know how to go. Where your man? Do you got one on the low? Or you do? Got enough. الحمد لله لقيت السمك ايه كل ده زوم كوكو بقى لها 3 اسابيع يا ابني روح هات سمك يا ابني روح هات سمك اقول لكم بجانب ان الماسك مفيد عشان الكورونا والكلام ده بس لبس الماسك فتره طويله مقرف مقرف Ein Geschenk für dich. Ist das? Mach mal einen raus, will sehen. Elab. Oh, Elab, dreh mal hier, zeig mal. Ayo, ja, dorade. Ayo, ja, dorade. Na, schaße. Ohne Tarawaii, Pakenaga, ja, ich guck, dass du nicht mehr drauf. Na, nur
누가 날 기다리니 내 아이폰은 ringing 항상 오지 내게